Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, تلاميذ الثالثة إعدادي بالنسبة اللي كيقراو كتاب باركور ولا باس غالي، يعني ديما كنقول هذه باش هكا تفهموا، حيت عندكم جوج كتب. راه في الاخر الامتحان الجهوي كاين امتحان واحد، يعني سواء كتقرا بهذا الكتاب ولا الكتاب، راه الدروس عندكم مشتركة. كاين اختلاف غير في لا نوفيل. باس غالي كيقراو بلا نوفيل بوليسيير، باركور كيقراو لا نوفيل رياليست، مي بعد مرة كيحطوا وحده، يعني انتم مطالبين انكم تراجعوهم بجوج. دابا انا الامتحانات كنديرهم لكم، يعني فيهم دروس اللي عندكم بجوج باش تستافدوا بجوج. بالنسبه لهاد لا بروديكسيون غادي تنفعكم بجوج، حيت كيعطيوكم مثلا في التمرين الاول في الامتحان. دونك شوفوا معايا يعني بلا ما نسبق الاحداث، ايفالياسيون نيميرو 2 يعني ديال لا بروديكسيون اللي غادي تدوزوهم فهاد الايام. دونك اون تو فوندون سور لي زيتاب دو شيما ناراتيف، يعني بالنسبه شنو هما لي زيتاب دو شيما ناراتيف. ديجا درت وشرحت شنو هي الشيما ناراتيف. الا كتبتو غير شيما ناراتيف غيخرج لكم يعني المعلومات وتفهموا الدرس مزيان. الشيما ناراتيف هي الخطط السرديه، فيها خمسة ديال المراحل، يعني قال لك نحترموهم. روتروف لودر دو ريسي، عطاونا هاد لو ريسي هذا ما مرتبش وحنا خصنا نرتبوه. الوغ انا غنقراه لكم هكا ما مرتبش، ومن بعد عاد نبداو نرتبو، يعني قرايه باش نشرحو وتفهموه. ربما ديروا نتوما بوز الفيديو وترتبوا راسكم وتعاودوا تخدموا الفيديو. ان غون سيلونس غيني دون ليموبل، واحد السكات في العماره. تو تاكو شوز اترونج، شويه واحد الحاجه غريبه. لا بورت دو لور ميزون ايتي اوفيرت، يعني الباب ديال الدار ديالهم كان ايتي اوفيرت مفتوح. ايلزون ايتي كومبريولي، يعني تشفروا تسرقوا. اي لي بيجو اي لارجون افي ايتي فولي، يعني كاع داك الفلوس والذهب هي تسرقات. دونك انا كنشرح لكم غير الجمل ما مرتبينش، نتوما ترتبوهم من بعد وانا نعطيكم الترتيب في الاخر. اونسويت من بعد il cherche les indices، بداو كيقلبوا على الدليل. دون لا ميزون parmi les objets saccagés، يعني من بين هذوك الاشياء اللي هما مرميين. il trouvèrent un porte-clé en forme de basketball، يعني الحوايج اللي شتو اليوم ورماو اليوم، لقاو واحد البورتكلي الشكل ديالو على شكل باسكتبول. لو لوندومان لا غدا، ايما اي جوليا كونتاكتير لا بوليس، مشاو عند لا بوليس بوغ لانفورمي باش يعلموهم دو كومبريولاج، يعني باش يعلموهم بهذيك السرقه. ايل دونير لو بورتكلي كي لافي تروفي، وعطاوهم بورتكلي قال لهم في الحوايج ديالنا اللي كان طايح راه لقينا هاد الدليل هذا بورتكلي هاكو. كيلكو سيمين بلو تار، دازت واحد السيمانات اسابيع. لي بوليسيي ديكوفرير كو سيتي لو فيس دي فوازان، اكتشفوا شكون هو اللص، هو ولد الجيران. ايل تروفير لي بيجو دون سا شومبر، لقاو كاع داك الدب مازال عنده في الشومبر ديالو. داكوغ انا كنقراهم ليكم ما مرتبينش، عاد رتبوهم. ان سوار دي تي، واحد المساء ديال الصيف. ايما اي جوليا الير او سينما، مشاو بجوج للسينما فوار لو تو نوفو فيلم داكسيون كي فوني دو بروندغ لافيش، مشاو يتفرجو فيلم جديد. ابخي لو فيلم، من بعد ملي سالا الفيلم، إل مارشيغ ترونكيلمون، خرجو بقاو كيتمشاو بهدوء عادي غادي كيتساراو. جوسكا لوغ ميزون، حتى وصلو للدار. دو لا غو مورو، الوغ هنايا هنا بدينا بان سواغ دي تي. فيما كتشوفو هنايا عندنا باراغراف فيها يلا ان سوار دي تي لو طون، فيها عندنا ايما جوليان بيرسوناج، كتكون هذيك هي البدايه. دابور اولا il demandèrent aux voisins s'il avait vu quelque chose d'anormal، سولو لي فوازان جيران ديالهم واش شافوا شي حاجه ماشي عاديه سو سوار لا، يعني هذاك المساء. مي سوسي انديكرون كي نافي ريان في، ولكن قالوا لهم حنا ما شفنا والو. الوغ دابا نشوفوا الترتيب ديال هاد لا نوفيل. الاولى هي هادي او، حيت يلا كيعطيونا لو طون لو بيرسوناج، مشاو للسينما جاو ترونكيل، يعني عندنا لا ستابيليتي ما عندناش مشكل هنايا. هذه هي البدايه، كيكون فيها لو طون، فيها لو ليو فين ساكنين، فيها داكو هادو هما لي كاركتيرستيك ديالها. حتى لضغطي شي حاجه اللي كتكون يلا كتعرفنا بالبيرسوناج وفيها الزمان في المكان، هي البدايه. الثانيه هي ان غران سيلونس، ملي وصلوا للدار لقاو واحد السكات في الميبل. تو تاكو هذه هي المرحله الثانيه، هي سودان فجاه من ورا الاستابيليتي عندنا اليمون بيرتورباتور، مباشره شنو وقع، شافوا شي حاجه ماشي هي هذيك. الثالثه هي اولا شنو داروا، يعني بداو لي بيريبيسي، دابا عندنا لي زاكسيون، بداو كيسولوا في الجيران، هذه اول حاجه داروها، واش شافوا شي حاجه دا نورمال، وقالوا لهم الجيران ما شفنا والو. دونك هذه هي الثالثه، يعني كنبداو دابور، ملي كيتبع دابور هي اون سويت، يعني اولا ثانيا il cherchèrent، ثاني اكسيون بداو كيديروا، بداو كيقلبوا على شي دليل في الدار. داكوغ
الخامسة مشاو ولا غدا عند البوليس. لو لوندومان ايما اي جوليان كونتاكتي على بوليس داكور. اخر حاجه هي من بعد لقاو شكون هو لو فولور، هو لو فيس دي فوازان. ايل تروفير لي بيجو دون سا شامبر. دونك هاد لا نوفيل ساهله في الترتيب ديالها. دونك شوفوا الدوزيام اكزرسيس. كونسين اون تو ريفيرون او كاركتيرستيك، يعني تشد لي كاركتيرستيك ديال لي زيتاب دو شيما ناراتيف اللي هي عندنا لا سيتياسيون انيسيال، هادو هما لي كاركتيرستيك ديالها، يعني ديال لي زيتاب دو شيما ناراتيف. عندنا البدايه ايليمو بيرتورباتور لي بيريبيسي، المهم هادوك المراحل بخمسه، اي ابارتيغ دو لا غري سويفونت غنعتمدو على هادوك لي زيتاب ونعتمدو على هاد الطابلو هذا، غادي نصايبو غيديج لو ديبي دو سيت نوفيل. عطاونا بداية ديال النوفيل، عطاونا المعلومات الأساسية، أنا اللي بغيت نزيد نتوسع فيها، نزيد ندخل لا ديسكريبسيون، نزيد ندخل لي سونتيمون، يعني نزيد نهضر على لو سياسو انيسيال، وما عطاونا المعلومات الأساسية. غولاتون لاكسيدون، غادي نحكيو هاد لاكسيدون اللي وقعات كي سي برودوي على لا كور دان كوليج، اللي وقعات في الساحة ديال المدرسة داكور. الوغ بالنسبه للسياسو انيسيال، شنو المعلومات اللي عطاونا في البدايه اللي خصنا نوظفوهم؟ عطاونا كي، عطاونا البيرسوناج ان زيد شكون هو، ان جون كوليجيان دو 13 ans. يعني هذا البيرسوناج، حيت في السياسو انيسيال ضروري خصك نعاودو على شي بيرسوناج، و المكان دون لا كور دو كوليج، يعني نعاودو على هاد زيد فين، في الساحه ديال الكوليج. شنو هو لو كوا كون متى؟ جودي 22 سبتمبر 2016، هذا لو طون بوندون لا ريكرياسيون فوقت الاستراحه فيغ 10 مع داك العشره. هادشي كله خصنا نوظفوه ونجمعوه على شكل فقره. كوا اشنو واقع لهاد الزيد هذا؟ il jouait dans la cour، كان كيلعب في الساحه avec ses camarades مع الاصدقاء ديالو. il grimpait un gigantesque arbre، طلع لواحد الشجره كبيره d'une dizaine de متر، يعني فيها يعني اكثر، يعني 10 ديال الامتار. هادي اليمون بيرتورباتور، هذاك لاستياسيو شنو وقع، شنو المشكل؟ توتاكو فجأة زيد فو ان موفمون، يعني بلوتو فو ان موفي با، يعني دار واحد الخطوة اللي غالطة ماشي في بلاصتها. إل طومبا باغ تيغ، طاح في الأرض، لا تيت ا دو سنتيمتر دون انورم بيير. ألوغ هنا دابا خصنا حنا شنو نديرو؟ يعني تضرب في راسو، حنا خصنا نعاودو على القصة. Alors, jeudi 22 septembre, 10h, c'est l'heure de la récréation. Le climat était beau, le jour était bon. Zayd, un jeune collégien de 13 ans, joue dans la cour qu'il a fait avec ses camarades. Il était heureux et en plein enthousiasme. Il était heureux et enthousiaste. Zayd décida de grimper un arbre. Il a décidé de grimper un arbre. Tout à coup, Zayd في ان موفي با، يعني دار واحد الخطوه اللي خاطئه في الشجره. il tomba par terre، طاح في الارض، sa tête a 2 cm d'une énorme pierre. انا دابا هما عطاونا هاد المعلومات غير باش نجمعوهم بحال في ديفير وكنقادو، يعني ما قالوش لينا صايبوا نوفيل من عندكم، وما تنساوش تدخلوا البلاي ليست، غادي تلقاو المعلومات كامله والانشاءات اللي كنصايب والتصحيح الجهوي كلشي غتلقاو تما.